سيلا يبقى دائما الخلف يعني عاطل يعني باين اني وحاول تسديد من بعيد وسهل للشوشي ناحيه شباب قسنطينه مرتداته سريعه وسريعه جدا ينطلق الان ينطلق كانت ممتازه المحاوله هذه من اللاعب القاسمي عبد الفتاح امامنا على الصوره ينطلق شوف الانطلاقه لارونس كانت ممتازه وتاخر في اللحاق به اللاعب غربي كان سريع جدا رفع الكره وكانت فوق الاطار من حسن حظ الحارس الشوشي فوزي ان كره اللعب بالقاسمي كما نشاهد كانت فوق الاطار ولو ان خلق ضرب الجزاء بالطريقه لي. لماذا لانه هو كان سريع خطر الكره ما لحقش سريع جيتي حافظ على كورتو البحث عن المراوغه يتوغل يوزع كورتو راسيه فوق الاطار المدافعين ثم الانطلاقه من زيتي قوي امام شحرور والتوزيعه والعرضيه راسيه الدياره كان قريب جدا من فتح مجال التهديف بهذه الراسيه مع خروج غير موفق وقراءه غير يعني موفقه بالنسبه للحارس يعني لان ما اخذ الكره ولا قاعد يتابع في الكره بالنظر تاعو فهذا يعني القراءه تاعو ما كان جيده كانت ممكن تكلفه بهدف الطريقه تحدثنا عن المتاع في مثل هذه الكرات المؤذن يرفع كورتو الى اين والحارس نيمان ممتاز يبعدها الكره اللي بالقاسم يرفع كورتو داخل منطقه العمليات ما نعقش عليها شباب قسنطينة امام المساحه الكافيه بالقاسم هل يسدد ممتازه من بالقاسم وين الركنيه علاقه ما فيش وضع يتسلل هذه المره من اللاعب بالمختار داخل منطقه العمليات ممتازه تدخل الدفاع بصعوبه محاولات فرديه لكن عن طريق يعني باين شيء مدروس يعني حتى توجيه في اخر لحظه قيطون عليه هو الذي ابعد الكره يعني ممتاز بالمختار كجناح تمريره ممتازه جدا هي الدفاعيه يسترجعها غربي تعاود ترجع لي غربي بعد ما عادت المؤذن محاوله تسديد من بعيد وسهله للحارس هل يصل بن عياد على الكره بالفعل يصل عليها يوزع عرضيه ناحيته كاد يلحق عليها راح يرفع طويله قصيره جدا داخل منطقه العمليات لحداد المحاوله وسهله فرصه عندناها في الشوط الاول كره المؤذن مرفوعه وخروج ممتاز في مثل هذه الحالات الأفضلية هي للحارس بن عروسي أين يضع الكرة وشوشي بصعوبة 50 شوف الإعادة نعم ولهذا هنا التنفيذ تاعها كانت يعني في وهذه الأجواء يصنعها أنصار فريق أهلي بوسبوعريريش في الرابطة المحترفة الأولى بعد غياب فريقهم عن هذه المنافسة من اللاعب لما تكون عنده الكرة لا يجد المساندة الكافية واللاعب المتحرر لتمرير لشباب قسنطينة الأمر يسد عليه مباشرة وبصعوبة الحارس الشوشي فوزي في إبعاد هذه الكرة الإعادة والكرة صعبة والتألق من فوزي الشوشي قادر عمراني كرة أرضية قصيرة داخل منطقة العملية حذاري وفرصة لفريق اهلي برج بوعريريش كره ثابته لاحظ ان الحين اول مره تلعب الكره حقيقه يعني كانت هنا نعتبرها جمله تكتيكيه يعني كان ممكن هدف يعني شو لاحظ ان المدافعين هم اللي بعدوا الكل كان ينتظر ان الكره ممكن يسقطها خلف المدافعين نعم وعوده موفقه لدفاع فريق شباب قصد هذه التسديده هذه كره مرفوعه بعيده تماما بعيده الحق عليها المؤذن قبل خروجها البحث عن المراوغه المؤذن داخل منطقه العمليات البحث عن المراوغه ممتازه من المؤذن المؤذن فعل كل شيء المؤذن في هذه اللقطه الفرديه الا التسجيل وهنا اللقطه الفرديه سلسله من المراوغات من المؤذن ولكن لا الحكم غربال وخروج ممتاز وفرصه الان الامور حسمت وغربال يعلن عن نهايه المباراه بنتيجه التعادل 0-0